يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وأهم ما فيها إنه وصل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كريم. الدنيا كلها سألت عليك الفترة اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين. يعني أولا صباح الفل عليك، وحشتني جدا بجد. البرنامج وحشني، والناس اللي في الاستوديو الزملاء وحشوني، والاستوديو والعجوزة وكل حاجة وحشتني بصراحة. الحمد لله هي يعني تجربة بصراحة صعبة. ملخصها إيه بقى؟ هقول لك على حاجة معاكي طبعا من اول يوم. كل على حضراتكم جميعا، وسعيده اكيد ان انا رجعت مره تانية ومتشرفه جدا. وعايزه بس قبل ما احكي لك عن التجربه اشكر كل بني ادم يعني سال عني ودعالي، يعرفني او ما يعرفنيش. بجد يا كريم والله العظيم لو دخلت على السوشيال ميديا وتحديدا تويتر وشفت كم الدعوات اللي الناس كانت بعتها لي، وناس ما تعرفكش مجرد ان هي بتحبك عشان انت بتظهر على الشاشه، فدي حاجه كبيره قوي. فتحس ان انت عيله زي ما انا قلت قبل كده. احنا عيله واحده. فناس بتدعي لك، والناس خايفه عليك، والناس بتقول لك كلام جميل في وقت مرضك، في وقت شدتك. الناس دي لما بتقف جنبك حاجة يعني بجد بتفرق كتير جدا. انا بشكر حضراتكم على راسي كل كلمه، يعني كلمه حلوه، كل دعاء بجد وصل لي. كتر خيركم، ويا رب دايما كده نكون مع بعض، ويا رب دايما نكون كمان يعني للاحسن. وبنقدم كمان لحضراتكم انا وكريم واسره البرنامج كله كل حاجه محترمه وجديده في هذا البرنامج اللي احنا حريصين اكيد انه يقدم شيء يليق بقناه الاهلي والنادي الاهلي وبحضراتكم. الحمد لله على السلامه، ونورت المنطقه بالكامل مش مجرد الاستوديو. احكي لنا بقى